مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان تتواصل التحديات والإثارة هنا على أرضية ميدان الشحانية، وعلى بركة الله ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان الجذاع من مسافة 6 كيلو، وشعارات أصحاب سمو الشيوخ والسعادة هنا منطلقة وباحثين عن الناموس. ننطلق مع المركز الأول ومع الصدارة، ننطلق مع السيف لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود آل ثاني راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي، هنا يتواجد في عملية التضمير ثاني المراكز وثاني التحديات. وصل سوف نتعرف عليه بعد قليل هنا في ثاني المراكز، المنطلق في ثاني المراكز، ثالث المراكز وثالث التحديات. وصل هنا المنطلق مرعوش لسعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم آل ثاني محمد بن راشد بن سالم المري، ينطلق هنا في ثالث المراكز. رابع المراكز وصل غشام لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وفي خامس المراكز وخامس التحديات وصل هذال، ينطلق هنا لهجن مسيكة سالم بن مسلم بن غزول العامري، ينطلق او هنا مرموق لسعادة الشيخ حمدان بن راشد، او هنا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي، هنا ينطلق مع مرموق لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة، ونعود الى الصدارة وإلى المركز الأول مستحيل لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني فهيد بن علي بن سعيد بن سعيد بن علي المري، هنا يتواجد في عملية التضمير وصاحب 3 نقاط رئيسية، هو مستحيل ثاني المراكز ثاني التحديات. وصل هنا مرعوش لسعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم آل ثاني محمد بن راشد بن سالم المري، يتواجد في عملية التضمير ثالث المراكز. وصل السيف لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود آل ثاني، يتواجد راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي في عملية التضمير رابعا ورابع التحديات. وصل غشام لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وفي خامس المراكز وصل مرموق لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي، هنا يتواجد في عملية التضمير. الله يا الأسماء والشعارات المنطلقة والباحث عن الناموس، ولكن نعود مع التحدي الأول ومع الصراع الأول. هناك منطلقا ومنطلق مرعوش لسعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم ثاني محمد بن راشد بن سالم بن محمد المري، وهناك مستحيل من الجانب الآخر لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد ثاني فهيد بن علي بن سعيد المري، هنا يتواجد في عملية التضمير ثالث المراكز ثالث التحديات. السيف لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود آل ثاني راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي، هنا في عملية التضمير الرابع المراكز رابع التحديات. وصل غشام لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، هنا يتواجد في عملية التضمير وفي خامس المراكز. وصل البصير لهجن الشحانية الذهبي جاءوا هنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، يتواجد هنا الشبل مع البصير في خامس المراكز. وأختم به النداء وعود إلى التحدي الأول وإلى الصراع مستحيل لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد ثاني فهيد بن علي بن سعيد المري، يتواجد في عملية التضمير ثاني المراكز مرعوش لسعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن حمد، أو سعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم ثاني محمد بن راشد بن سالم المري، يتواجد في عملية التضمير ثالث المراكز.
وثالث التحديات حصاد، هنا ينطلق او السيف لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود الثاني راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. وهنا الله يا غشام لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتواجد في عملية التضمير. وهنا وصل البصير ينطلق بشعار هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ينطلق هنا في رابع المراكز مع البصير. وخامس المراكز، الله يا خامس المراكز وخامس التحديات، وصل هنا المنطلق، وصل مرموق سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي يتواجد في عملية التضمير. ووصلت هجن مسيكة هنا منطلقة في خامس المراكز، الله قادمة مع هذال. هجن مسيكة سالم بن مسلب بن غنزول العامري يتواجد في عملية التضمير. ولكن التحدي الأول والصراع الأول مرعوش لسعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم آل ثاني محمد بن راشد بن سالم بن محمد المري. هناك من الجانب الآخر مستحيل ينطلق لسعادة الشيخ، هنا ينطلق مستحيل لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد آل ثاني فهيد بن علي بن سعيد المري. وهنا قادم ومنطلق الله يا غشام لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وهنا شعار هجن الشحانية مع الشبل البصير يغير إلى ثاني المراكز، هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري ثالث المراكز. غشام هجن الشحانية هنا محمد بن خالد بن عبد الله العطية هنا مشاغب، ودخلنا أجواء الكيلومتر الأخير. الله يا مستحيل، مستحيل لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد ثاني فهد بن علي بن سعيد المري في عملية التضمير. ولكن البصير وهنا الشبل يغير مع البصير لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري، ينطلق الشبل ثاني المراكز. مستحيل مستحيل يا مستحيل لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد ثاني فهد بن علي بن سعيد المري. ولكن الله وصل هنا المنطلق، وصل خطير لهجن الشحانية. وهنا شعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية وقشام ثاني المراكز. ولكن البصير مع التحدي الأول الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ينطلق هنا مع البصير مع التحدي الأول ومع الصراع الأول. سلام البصير سلام. هجن الشحانية تسيطر في هذا المساء، مشكورة هذه المؤسسة مؤسسة هجن الشحانية. يا سلام البصير مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولحظة وصول البصير إلى خط النهاية ثاني المراكز. وصل هنا غشام لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية ثالث المراكز. وصل ثالث المراكز خطير لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية رابع المراكز. وصل رابع المراكز هنا هجام لهجن الشحانية مع سالم بن فران المري. وخامس المراكز وصل خامس المراكز مستحيل لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد آل ثاني مع فهيد بن علي بن سعيد المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، لحظة وصول البصير إلى خط النهاية، شعار هجن الشحانية ومع الشبل جابر بن سالم بن فران المري لحظة وصوله إلى خط النهاية. وهذا هو ملخص الشوط وانطلاق البصير إلى خط النهاية لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. التوقيت الزمني 9:15، 16 ثانية وجزء واحد من الثانية. فتهنين والناموس ثاني المراكز. وصل غشام شعار هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. التوقيت الزمني 9:16 و6 أجزاء من الثانية. ثالث المراكز. وصل هنا خطير لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. التوقيت الزمني 9:18، جزئين من الثانية. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.